خذ ناس، السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة مع محمد السبعي. أخيرا وبعد انتظار كبير، الجزائر تكشف عن شروطها من أجل الإفراج عن جثة الضحية. الضحية اللي كاين عندها ضحية الحادثة ديال السعيدية أو الجريمة ديال السعيدة السعيدية اللي تبتت في حق البحرية الجزائرية مرتكبة الجرم. الجزائر وشروطها المجحفة جدا، إلى عرفتوا هذه الشروط ستعلمون وستتأكدون حجم يعني 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 الحقد والحسد والغباء والكلاخ عند الدولة اللي منهوك. غادي نذكروا هذه الشروط في هذه الحلقة. غادي نتكلموا كذلك في هذه الحلقة حول مستجدات المطعم ديال مراكش. صاحب المطعم يخرج بتصريح وهناك حديث عن اعتقال الجزائرية. غادي نشوفوا هذه الأمور في هذه الحلقة. كذلك زيارة ديمستورا اليوم، يوم واحد اليوم مهم جدا في إطار مسلسل التسوية وكذلك المشكل ديالنا مع بانو كرغال. بانو كرغال، أنا كنقول مشكل الصحراء، مشكلنا ماشي مع البوليساريو، مع بانو كرغال. اليوم ديمستورا يحل بالعيون وسط تضارب أقوال، وكذلك هناك احتجاجات من طرف بعض النساء في مدينة العيون. غادي نجبدوا لكم صور من هذه الاحتجاجات وغادي نعلقوا عليها. كذلك غادي نتكلموا في هذه الحلقة حول تصريح مستفز جدا لأمين جمال بعد اختياره للمنتخب الإسباني. تبعوا معنا هذه الحلقة من الأول حتى الأخر. مشينا مع محمد السباحي. خذنا تحية مجددة، شكرا بزاف ديالكم للدعم قناتنا بالاشتراك وكذلك بالجيم والتعليقات في مكان ديال يعني ديال التعليقات، وهذا كيساعد ساعدنا على اننا نحصنوا هذه القناة من التبليغات. قبل ما نبداو معكم في تفاصيل العناوين الكبرى، نخليكم مع واحد الصورة ديال واحد الجزائري ينقلها لنا من الجزائر، يقول بأن يعني سبب الخسائر اللي كاينه في البنية التحتية اليوم في الجزائر وكذلك الوفيات اللي كاينه بفعل الأمطار بسبب مطر مغربي، شتاء مغربية. نشوفوا هذا الفيديو. شوفوا أخوتي، شوفوا هذه الحالة، هذه شوف الشتاء اللي دارت فينا الحفاري، هذه شتاء المروك، هذه اللي دارت فينا هذه الحالة، جاية من المروك الشتاء. لا إله إلا الله محمد رسول الله، الشتاء ديال المروك هي اللي سببت لهم هذه الحالة. شوف هذا الفيديو يحتمل الوجهان، يا إما هذا السيد غبي بزاف يا إما ذكي بزاف. إذا كان غبي بزاف فهو يعتقد حقا ويؤمن حقا بأن الشتاء اللي جات من المروك مؤامرة مروكية اللي خسرت لهم هذيك البنية التحتية. هذا ما ممكن نقول عليه إلا أنه غبي، يا إما يكون ذكي بزاف لانه يعني بهذه الطريقه يستهزئ من النظام ديالهم، النظام ديالهم اللي كيقول جميع المآسي والمصائب التي تصيب الجزائر بفعل المروك. فهذه المره هذا السيد كيقول لهم هذا الشتاء اللي كتقولوا لنا خسرت لنا البنيه التحتيه وقتلت لنا بنادم بفعل المروك وسببها هو المروك، وهذا يؤكد ان السيد ذكي بزاف، وهذه طريقه من طرقه للاحتجاج على النظام الجزائري. نبدأ لكم الخوت بأمين جمال. أمين جمال لاعب اللي كان بين قوسين يمشي للمغرب ولا إسبانيا، في الأخير اختار أنه يمشي ليمثل المنتخب الإسباني بعد شد وجذب كبيرين. المهم تصريح، واحد تصريح ديالو، واحد تصريح ديالو دار لأحد وسائل الإعلام الإسبانية، قال لهم كنت دائما لاعبا لإسبانيا منذ أقل من 15 سنة، لقد كنت واضحا أريد اللعب لإسبانيا، أريد الفوز باليورو، كأس العالم، كل شيء. صافي السيد حسم حتى الاختيارات ديالو الحياتية بأنه هو ما عندوش مع شي حاجة سميتها التخرب تمغربيت والوطن، وهذيك الهضرة كلها اللي كان حنا كننادوا بها وكنقولها بحال قال لنا ديك الهضرة ما عندكم ما ديروا بها. أنا شوف أنا باغي كأس العالم وكأس أوروبا، صافي هادشي اللي بغيت، وهذا الشيء غادي نلقاه مع المنتخب الاسباني وما غاديش نلقاه مع شي منتخب اخر، يعني انا ثم انا ثم انا ولا شيء غير انا. اما ديك الهضره ديال الوطنيه والوطن وداك الشيء سيروا بلوها وشربوا بلولها،
بهذه العبارة ما فهمناه من هذا التصريح. أنا بنعطي لسي أمين جمال واحد المثال ديال واحد اللاعب اللي هو يوسف الخديم، من أم مغربية من أب إسباني، تدرج في الأكاديمية ديال ريال مدريد ويعتبر لهم أحد نجوم هذه الأكاديمية على مستوى ديال الشباب، ولعب مع الفئات السنية قل من 18 سنة للمنتخب الإسباني، واليوم يختار المغرب ويعلق: فخور وسعيد باستدعاء الأول رفقة منتخب المغرب. إذن شتان بين وبين، وهذا كيبين طينة ديال الإنسان، كاين اللي كيقلب فقط على المصالح ديالو الذاتية والشخصية، وكاين اللي عنده الوطن حاضر رغم كل شيء. نبدأ معكم الخوت في محاور ديال الحلقة ديالنا، ونبدأ لكم بخبر ديال إلغاء السهرة. سرد السهرة ديال المسمات وردة شارلامونتي الشمكارة الجزائري اللي كتغتجي تغني في شي نادي ليلي هنا في عين ديال في المغرب، قيل أنه راه صافي تم إلغاء هذا، يعني هذا الحفل، كما السيد سحب الملصقات الخاصة بهذا الحفل ودار أنيولي، قال صافي يعني الحفل ما كاينش. كاين بعض الناس قريبون جدا من الموظفين والعاملين في هذه الحانة كيقول مثلا، هذا مجد الركراكي اوفيسيال اللي عنده حساب ديالو موثق، كيقول السهرة راه غادي دار غير بالتخبية، ما يمكنش يخلصوها وهي دابا في لوطيل، هذه يومين ويلغيو الحفلة، داروا هكاك غير باش بنادم يسكت عليهم، انا بنادم خدام في الكلوب هو اللي قالها ليا. اذا حنا حسب هذا التعليق اللي دار استفزني شخصيا، انه واش حنا بهذه الطريقة نستغبي المغاربة؟ السيد اعلن بانه راه باع زعما لي تيكي كله، يعني الحفلة الاماكن كلها محجوزة، والله اعلم واش هاد السيد صافي حيد الاشارة لانه ليس بحاجة اليه، لان الناس صافي راهو ما جاو وقطعوا التيكي ديالو، واش فعلا هاد السيد عنده الصح؟ كنتمنى من السلطات انها تحرك، ماشي فقط من اجل الغاء هذا الحفل، باش من اجل منع كل الفنانين الجزائريين الذين يناصرون البوليساريو ما يبقاش دار الحفلات ديالهم نهائيا في المغرب. لا ينتظر احد اننا المؤثرين والسوشيال ميديا هي اللي تنوض تغوط عاد نديروا واحد ردات الفعل، لا، من الاول ممنوع يكون هذا الفعل وهذا العمل هنا في المغرب. نجيو لكم كذلك واحد الامر قريب لهذا الامر ديال هذه السهره، اللي هو المطعم ديال مراكش. تبعتوا معنا الاخبار ديال المطعم ديال مراكش، تبين البارح ان واحد السيده عندها مطعم في مراكش كتلوح منشورات وامور تدعم فيها البوليساريو، واستهزأت من ضحايا السعيديه والقت اللوم على المغرب وليس عن الجزائر. المهم اللي ما فهمش القصه البارح، ناضوا المغاربه محيحين في السوشيال ميديا ان هذه السيده خاصها توقف وهذا المطعم خاصو يتسد. من بعد كيخرج لنا واحد السيد كيقول لك لا، المطعم راه ماشي ديالها، المطعم راه ديالي وانا اللي خدمتها. المهم تضارب الاقاويل بيناتهم، نسمعوا التوضيح ديال صاحب المطعم الذي يدعي بانه صاحب المطعم، نسمعوا التسجيل ديالو صوتا وصوره اشنو قال. انا يا هو ملشي فتحت المطعم باش النيه ديالي هي نخدم الناس المغاربه. دازت هاد السيدة ما جات كيما جاو شي وحدين على لا كومونيكاسيون وباش تهضر في لي، حيت تهضر في لي ريزو، عندها اون باج تيهضروا على لي ريستوران وعلى المطعمات ديال مراكش تشجعهم. ملي دازت عندي انا قلت ليها ممكن تجي تخدمي عندنا في لابارتي استراتيجية، حيت ما عندي حتى شي حاجة. ملي سمعت بداكشي اللي طرا اليوم صافي عيطت عليها قلت لها هادشي شنو هو، قالت لي وانا يرى سم تفاهم وما فهمونيش. قلت لها انا مزيان الروايه ديال السيد يقول بانه هو اللي خدم هاد السيده، ولكن كاين عندنا كذلك واحد الفيديو اخر كتقول انا انفستيت، انا خدمت الناس وانا كذا في مراكش. المهم ها هو مقطع اخر من الفيديو ديالها كتقول بانها هي التي استثمرت، نسمعوا ليها. Je ne suis pas pour le Polisario, j'habite ici, j'ai tout investi ici, je crée de l'emploi ici, je gagne de l'argent ici. المهم تضارب الأقوال، ما فهمناش واش المطعم ديالها هي
وامام هذه الضجه خرجت شي واحد قال لا راه المطعم ديالي الله اعلم، وربما هناك تضارب اقوال بيناتهم، بعض الاعلاميين وكذلك رواد يعني رواد مواقع التواصل كيقولوا بانه راه تم الاعتقال ديال مسيره المطعم ومالك المطعم الحامل للجنسيه المغربيه. اعتقد ان السيد راه ما دار شيء، رغم كل هذه الامور السيد لكان مالك ديال المطعم فيلام على انه ما انتبهش، ولكن ليست شي جرم انه يستحق عليه الاعتقال. انا كنتمنى التحقيق مع هذه السيده، ماشي بالضروري يكون الاعتقال ولكن يكون التحقيق معها، وشكون هي، شنو هي الخلفيات اللي جابتها لمراكش، خصوصا كنعرفوا مراكش مدينه سياحيه وهناك من يريد ان يضرب السياحه في المغرب. سيدة هاد الآراء ديالها وهاد المواقف ديالها والمغاربة اللي مشي قلبوا ليها في الماضي ديالها وجبدوا أنها تدعم نظام الكبرانات، يعني وعيشة وسط المغاربة، إذا علامة استفهام يجب التحقيق على الأقل على الأقل على الأقل مع إن لم يتم اعتقالها. ندخلوا معكم الإخوان الموضوع ديال الزيارة ديال ديمستورا المبعوث الأممي هنا في يعني فيما يتعلق بقضيه الصحراء المغربيه. جاء الى مدينه العيون البارح في العشيه، نزل هنا في مطار العيون، غير هو ما فهمش شي حاجه ما مفهوماش. مصادر من يعني مغربيه مده هذه واحد الاسبوع ولا 11 ايام كانت كتكلم على انه راه غادي يجي ديمستورا الى المغرب، وتقارير اعلاميه تكلمت على هذا الامر. من بعد هذه واحد يومين او واحد ثلاث ايام كيخرج لينا واحد المتحدث باسم الامين العام للامم المتحده اللي هو ستيفان دوجاريك، اللي هو المتحدث باسم ديمستورا، كيخرج في ندوه اعلاميه هذه واحد ثلاث ايام كيقول لا ما كاين شيء من هذه الزياره وهذه فقط اشاعات وما كاين والو، حتى انني شخصيا انا ما هضرتش على الموضوع، قلت بانه واش الاعلام المغربي تلاف واش كذا واش شي اشاعه مغرضه هذه، لدرجه ان الجزائريين بداو كيعلقوا علينا الهم الجزائر وكينشروا هذا التكذيب ديال هذا المتحدث، وكيقولوا المغاربه كيحلموا بان ديمستورا غادي يجي يزورهم، يعني يعني بداو كيضربوا في الاعلام المغربي وكيقولوا المغرب هو اللي دار هذه الاشاعه. لان تفاجأ يوم امس ان ديمستورا فعلا جاء الى المغرب، وبالتالي تكذيب للمتحدث الرسمي باسم الامين العام اللي ذكر في واحد قال لهم راه ديمستورا ما غاديش يجي، صدق جا. اذا هاد الحركه ما مفهوماش، واش ديمستورا بغى يدير زياره يعني بغى يدير زياره غير هكذاك يعني فجائيه، بغى يدير شي زياره يعني باش يشوف الوضع الطبيعي ماشي الزواق، الله اعلم. اللي كاين الخوت اليوم هو ان ديمستورا راه جا الى مدينه العيون البارح، وفي هذه اللحظه اللي كنسجل فيها هذه الحلقه راهو داير اجتماع مع مجموعه من الهيئات الحقوقيه والمدنيه في مدينه العيون باحد الفنادق باش يسولهم على الوضع الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي في مدينه العيون، ومع ال11 او 12 ديال النهار غادي يدير واحد اللقاء في بلديه العيون مع المنتخبين وكذلك الاعيان وشيوخ القبائل، وغادي يكون مرافق لها في هذه الزياره عمر هلال السفير المغربي لدى الامم المتحده. في العشيه غادي يمشي الى مدينه الداخله من اجل هذه الزياره ويشوف الوضع، يشوف البلاد كيفاش دايره. انا كنت كنتمنى انه يخرج كذلك في تندوف وفي بشار يشوفهم كيفاش دايرين ويقارن ما بين التنميه التي كيديرها المغرب هنا في الصحراء المغربيه والتنميه اللي كديرها الجزائر. المهم هو جا، واش هذه الزياره ستمر مرور الكرام بلا شي مسرحيه ديال البوليساريو؟ لا، خرجوا مجموعه من النساء كما كتشوفوا معنا في الفيديو، بداو كيديروا شي حركات بهلوانيه ديالهم في الشارع. انا كنت كنتمنى ان السلطات المغربيه تخلي ديمستورا يدوز، يخلوا هذيك 15 مره ولا 10 المرات العيالات يخلوهم ويدوز ديمستورا ويشوف بعينيه، يشوف بعينيه الاحتجاجات ويمشي يشوف في الاسواق المغاربه كيفاش خدامين يعني الاخرون كيفاش خدامين عادي. هذه اكبر ضربه للبوليزاريو ملي كيجي المبعوث الاممي الى الصحراء المغربيه ويشوف واحد 15 مره 15 واقل
دايرين الاحتجاجات وبغاو تقرير المصير والاستقلال وكذا وديك الهضره، ويشوف واحد 300,000 ولا 400,000 ديال المغاربه الاخرون يمارسون حياتهم طبيعيا، الحوانت محلوله ما يعني ما كاين لا مناوشات لا حاجه، الناس اللي خدامه في المرصه خدامه، الناس اللي خدامه في الشركات ديالها خدامه، المؤسسات التعليميه الناس قاريين عادي. هذه ضربه للبوليساريو، هذه ضربه في مقتل. كنت والله العظيم لا اتمنى ان المغرب يدوز ديمستوره من هذه الاحتجاجات ديال هذه العيالات، وما يقيسهمش الامن، الامن ما يقيسهمش، خلوهم راه كيبانوا قيوش، كيبانوا صغيورين، كيبان والو. فكيف 15 او 12 مرة ستقرر مصير ديال المدينه فيها واحد 100,000 او واحد المنطقه فيها الملايين؟ كيف يعقل هذا؟ لا يعقل. وهذه ضربه موجعه للبوليساريو. ومن بعد تمشي دي مستورة وهذيك الساعة الحساب، هذيك الساعة تحاسبوا معاهم. راه فكروني بدوك العيالات اللي كيكونوا في الانتخابات، انا كنعقل عليهم في الانتخابات، كتخدم 200 درهم ولا 300 درهم كدور كتفرق الوراق وكتمثل وكتخوط وكذا. انا هادشي اللي هادشي والله العظيم اللي شفت الصورة ديال العيالات هادشي تفكرت، والسؤال فين هما الرجال؟ المهم ما كاينش هادشي، غير هضرة غير تخربيق. ايوا ندخلوا لكم الخوت الى شروط اسيديناك ديال الجزائر. الجزائر بقى عندها الجثة ديال واحد الشاب مغربي اللي هو العبد العالي مشيور، وكذلك ديال واحد المغربي اخر مقبوض مشدود. اخر ما كاين اخوت هو انه باش تسلم الجثة ديال هذا المغربي اشترطت، سمعوا معايا، اشترطت واحد المبلغ يناهز 40 مليون سنتيم اللي هو 37 الف اورو ديالاش الله اعلم. قالت لهم باش نفتح الحدود نسلمكم الجثة او انني نصفروا لكم عبر تونس ومن تونس يجي لكم الى المغرب غتعطوني 40 مليون. هذا راه شرط اول. الشرط الثاني قالت لهم العائله ديالو دير لي واحد الوثيقه انها تقر ان الجثه ديال ان ولدهم راه مات غرقا ولم يضرب بالرصاص. هذا الشرط الثاني ديالها. الشرط الثالث ديالها قالت لهم حتى شي واحد من العائله ديالو ما يخرج بشي تصريح اعلامي للصحافه. هذا اش كيبين؟ 40 مليون سنتيم، واش الدوله عندها عجز في الميزانيه لهذه الدرجه وبغات طامعه في 40 مليون سنتيم؟ 40 الف او 30 37 الف اورو لهذه الدرجه طامعين سبعة؟ والله العظيم الا ما لقيتش الكلمات باش نعلق. بالامس الناس ديال وجده كانوا كيعطوك السلاح ويعطوك المال والمؤونه ويحتضنوا لك الثوار ديالك في بلادهم، واليوم تطالبهم من اجل تسليم الجثه اعطيوني 37 الف اورو. الشرط الثاني هو انه تسينيوا لي ورقه بان ولدكم غرق. فين هاد الناس مساكن باش عرفوا واش غرق ولا ضرب بالرصاص ولا غرقتوه نتوما ولا باش عارفين باش يسيني ليك؟ راه كاينه تحقيقات، راه تحقيقات هي اللي غتخرج غتقول لنا شنو وقع وطرا بالضبط. والاعلام ثم الاعلام، وهذا يثبت ما كنا قد قلناه سالفا بان الجزائر من هذا الشيء كلشي تورطت اعلاميا والصوره ديالها تشوات، واليوم كتقلب على فقط بارك علينا هذيك الشوهه ما تخرجش لنا عائله اخرى تشوهنا. ولهذا بداوا يستفزون يبتزون العائله ديال هذه الضحيه. خذنا نهاية الحلقة، نتلاقاو إن شاء الله في حلقة المساء. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.